هدى للمتقين. هنا النهج المبين، هنا الحق اليقين، هنا نور بدا هدى للمتقين، هدى للمتقين. ربيع المؤمنين، معين الموقنين، هنا بحر الندى هدى للمتقين، هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون. هدى للمتقين. هنا النهج المبين، هنا الحق اليقين، هنا نور بدا هدى للمتقين، هدى للمتقين. ربيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد في القرآن الكريم نوعين من الأوامر الإلهية. النوع الأول نوع مرتبط مع الله سبحانه وتعالى، علاقة الإنسان بربه، مثل الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر، العبادات، الدعاء كمثال، ذكر الله عز وجل. هذا نوع مرتبط بين العبد وربه، اللي نقدر نسميها العلاقة الطولية مع الله سبحانه وتعالى. عندنا العلاقة العرضية اللي تكون مع الناس، ومثل بر الوالدين، مساعدة المحتاجين على سبيل المثال، عدم الاعتداء على الآخرين، مراعاة حقوق الآخرين، حسن الجوار والصحبة. هذه كلها أمثلة للعلاقة العرضية. كلا النوعين من الأوامر الإلهية التي يجب الالتزام بها، لازم أن الإنسان يلتزم فيها، مو يلتزم بجانب ويهمل جانب. لكن مع الأسف نشوف كثير من الناس يهتمون في جانب دون آخر، يهتم مثلا في الجانب هاي العلاقة الطولية مع الله سبحانه وتعالى اللي نسميه النوع الأول، لكن علاقته مع الناس ضعيفة. فنلاحظ مثلا يركز على مسألة الصلاة والاهتمام فيها، لكن أداء الأمانة مو زين فيها، أو مثلا يركز على الصوم وأحكام الصيام والمفطرات وما أشبه، لكن يتعدى على حقوق الآخرين، أو مثلا يهتم في قضية الوضوء ولازم وضوءه صحيح 100%، وهذا شيء جيد، لكن تشوف في المقابل مثلا عمله الوظيفي مو مهتم فيه، ما قاعد يراعي. زين، هذا ليش الازدواجية في التعامل؟ كلا الأمرين أوامر من قبل الله عز وجل، سواء العلاقة الطولية مع الله أو العلاقة العرضية. بل أساسا في الأحاديث نلاحظ أن التركيز على العلاقة العرضية مع الناس جدا هامة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتركها. خلونا ناخذ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، الظلم الذي لا يغفره الله هذا واحد،
وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه الله، هاي ثلاثة. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، هذا الله ما يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في موردين جاءت هذه الآية المباركة. أما الظلم الذي يغفره الله، الحين أول واحد الله ما يغفره نهائيا، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، يعني واحد بينه وبين ربه لعله يخطئ مني منك، بينه وبين الله ما في اعتداء على الآخرين، يعني قد الله سبحانه وتعالى يغفره للإنسان إن تاب الإنسان. أما الظلم الذي لا يتركه الله، شوف هذه الأهمية، هذه العلاقة العرضية التي قلناها. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا، شوف لاحظ ظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين بعضهم من بعض. أيضا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام نفس الكلام، ألا وإن الظلم ثلاث، فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب. اللي واضح الظلم الذي لا يغفر الشرك، الظلم اللي الله سبحانه وتعالى يغفره ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا، خصوصا أكل حقوق الآخرين، أكل مال الآخرين، وهذه تعتبر من المدمرات للإنسان. الإنسان شنو أعمال يسوي؟ آخر شيء يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا ليش؟ كل الاعتداء على الآخرين وأكل مال الآخرين. الإنسان لازم يكون حريص من هذه النقطة. شوفوا لاحظوا هذا القول عن الإمام الباقر عليه السلام، وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله عز وجل ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة له، والطاعة لله سبحانه وتعالى من خلال محافظة على هذين الاتجاهين اللي قلنا، علاقة مع الله وعلاقة مع الناس. الله عز وجل يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يصير أكل مال الآخرين. ولذلك لما أنت تشوف إنسان مثلا عنده ذلك الاهتمام في الصلاة واهتمام في الصوم والذكر وغيرها، لا يغرك كثيرا، يقول تبي تختبره واقعا حقيقة، تبي تختبره شوف شلون هو في تعامله مع الناس، أداء الأمانة، صدق الحديث. شوف لاحظ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، يعني هذا يتعبد وكذا، يقول ما يخالف هذا شيء زين، بس بمراعاة النص الثاني، إذا ما يراعي هذا لا يغرك مثل هالإنسان. ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة، نفس السياق عن الإمام الصادق عليه السلام، لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش. هو المفترض أصلا الصلاة والصوم شو يسوون؟ يخلون الإنسان على الصراط المستقيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا المفترض. الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني حتى توصل لمرحلة التقوى. فإذا أنت لا قاعد تخليك تتقي ولا تنهاك عن الفحشاء والمنكر وتقعد تعتدي على الناس، هذا الصلاة والصيام ما أثرت عليك. ويقول الإمام عليه السلام أن هذا ممكن لأنه تعود، بحيث أنه لو ترك يستوحش، فمو هذا المقياس. على وين المقياس؟ يقول ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. لاحظ العلاقة العرضية هذه اللي لازم الواحد يهتم فيها. ولذلك هذا الإنسان اللي يأكل حقوق الناس هذا شلون يقدر ينام بالليل وهو اللي الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هذا يوم القيامة شلون أصلا يرفع رأسه؟ وكم تمر علينا قضايا إن واحد يأكل حق الثاني ويروح بالمحكمة ويدري إنه هو غلطان، لكن يقول أخذتها أنا بذراعي، أخذتها وحطيت أدلة وكذا، وهذا شنو؟ مو مقياس. القاضي على حسب الأدلة يحاكمك، لكن أنت عندك الله سبحانه وتعالى قاضي السماء، بعد ما يخفى عليه شيء. شوف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، يعني واحد لما يحلف أقضي على حلفه أو على الأدلة اللي يبها. وبعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني واحد لسانه حلو يجيب له محامي لسانه حلو يقنع القاضي مثلا، بس الحق مو مع هذا، الحق مع الثاني مسكين
ما قدر يدافع عن نفسه بشكل جيد، وانت ما يصير تاكل حقه. فيقول: فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا، أنا حكمت، هو يا بينه لعله دليل مو حقيقي وأنا حكمت حقه، فإنما قطعت له به قطعة من النار. هذا قاعد يأكل نار، هذا الشخص اللي قاعد يأخذ حق غيره، خصوصا لما قلنا في الأحيان بين ورثة، أحيان بين أزواج، بين شركاء، ويصير تعدي. واحد عايش حياته ومستانس أنه قدرت أنا أفوز عليه، وهو الحكم بس هني في الدنيا ولا في الآخرة في وراء حساب وعقاب، لازم الإنسان ينظر إلى هناك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هدى للمتقين، هنا النهج المبين، هنا الحق اليقين، هنا نور بدا هدى للمتقين، هدى للمتقين ربيع المؤمنين.